يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم العمل في شركة لتحصيل الديون؟ وقد يكون تحصيل الديون لبعض البنوك الربوية. لا يجوز هذا، إذا كانت الديون محرمة فلا يجوز لك أنك تسعى في تحصيلها للبنك ولا لغيره ولا للتجار. المال الحرام لا يجوز لك تسعى في تحصيله، لأنك تكون متعاونا مع على الإثم والعدوان.